السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح الدرس الأول من كتاب الصف الثامن للتربية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني، وهي سورة الحشر الآيات 18 إلى 24. الآن ننتقل إلى حل الأسئلة مباشرة كما تعودنا سابقا. عندنا هنا النشاط البناء الأول. طبعا هنا لدينا آية، في هذه الآية يقول بعد ذلك: وضح معنى صفة الخبير لله عز وجل. هنا ما المقصود بصفة الخبير؟ طبعا الخبير هي من أسماء الله الحسنى، لذلك أي أن الله سبحانه وتعالى عالم ويدرأ بكل ما يحدث في هذا الكون. عندنا في السؤال الثاني: لما تدفعك معرفتك بهذه الصفة؟ طبعا لكي أتقرب من الله أكثر وأقوم بالأعمال الصالحة وأعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبني في كل الأعمال. الآن ننتقل إلى حل السؤال أو الأنشطة والتقويم. عندنا هنا في الأنشطة والتقويم قبل أن ننتقل للأنشطة والتقويم، أولا هنا من خلال دراستك السابقة للآيات الكريمة أذكر مع مجموعة من زملائك ثلاث صفات أخرى لم ترد في الآيات. عندنا المذل، عندنا البصير، عندنا الحكم، العدل، المعز، المذل، جميعها هذه لم تذكر في هذه الآيات. الآن ننتقل للأنشطة والتقويم. أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من الأمثلة على عالم الغيب. ما المقصود بعالم الغيب؟ هو ماذا؟ الجنة والنار. الجنة والنار من الغيبيات، الجنة والنار من الغيبيات، وكذلك الجن والشيطان، الجن والشيطان أيضا من الغيبيات، كذلك الملائكة، كذلك الملائكة من الغيبيات. المهيمن، المهيمن بمعنى ماذا؟ المهيمن بمعنى المسيطر، بمعنى المسيطر. عندنا ثانيا قال الله تعالى في هذه الآية: بين الأسباب التي أدت إلى فوز أصحاب الجنة. طبعا أولا لدينا ماذا؟ الإيمان مع العمل الصالح. هنا الإيمان مع العمل الصالح. الإيمان مع العمل الصالح. عندنا ثالثا: أتلو سورة الحشر كاملة ثم استخرج ما ورد فيها من عبارات في وصف الله تعالى. طبعا هنا وصف الله سبحانه وتعالى بأنه هو عالم الغيب والشهادة. هو ماذا؟ هو الرحيم، هو الرحمن، هو المصور، هو الخالق، هو الملك المهيمن، هو الذي يدبر الأمر. جميعها ذكرت هذه الصفات. عندنا الآن ننتقل إلى سؤال ب: ثلاث مواضع المد وحدوه وحدد نوعه. عندنا القدوس هو مد طبيعي، عالم هو مد فرعي، أولئك كذلك مد فرعي. عندنا نكتب هنا أولئك فرعي، أما عندنا القدوس، القدوس
طبيعي، عالم طبيعي، الآن ننتقل للسؤال الذي يليه. استخرج هنا رابعا، استخرج ثلاث أمور استفدت من الآيات الكريمة. طبعا هنا استفدنا أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر بالأعمال الصالحة، وكذلك تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. هنا خامسا، أبدي رأيك في أعمال أصحاب الجنة وأعمال أصحاب النار. طبعا أعمال أصحاب الجنة هي ماذا؟ هي الأعمال التي تصلح أي مجتمع، طبعا تجعل منه مجتمعا ماذا؟ مجتمعا نموذجيا، وأيضا تكتب لهم النجاة من النار. أما أعمال أهل النار فهي التي تهدم أي مجتمع وتنشر الفساد والشر في طبعا في الدنيا، وتكتب تكتب أصحابها إلى ماذا؟ الشقاء والعذاب في النار والعياذ بالله. هنا عرف التقوى. طبعا للتقوى تعريفان في اللغة، هي ماذا؟ الوقاية. أما اصطلاحا هي أن يجعل المسلم وقاية بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وكذلك أن يتبع ماذا؟ ويطيع، يتبع أوامره ويطيعه سبحانه وتعالى ويتجنب نواهيه. وهنا نقول شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى أن أشرح هذا الفيديو لطلاب الصف الثامن لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.